وردني الاستفسار مرارا وتكرارا، ليش المباني المبنية من الجدران الحمالة أو بنظام الجدران الحمالة صمدت أكثر من المباني المبنية بنظام الهياكل الخرسانية في زلزال تركيا؟ وهذا الكلام إلى حد ما صحيح، ولكن بنفس الوقت مش عام، لأنه لما ضرب زلزال سنة 1982 في اليمن مدينة دمار خلف خسائر كارثية وهدم بيوت كثيرة مبنية بنظام الجدران الحمالة، ولكن في عندنا حالة لمبنى مبني من الجدران الحمالة بارتفاع 16 طابق، عمره الآن 130 سنة، مقاوم للنيران، قاوم التفجير، قاوم زلزال بقوة 8 ريختر. هذا المبنى لازم نتعرف عليه لأنه مبنى يدرس. حياكم الله في سردة موقع، معي أنا أخوكم المهندس أحمد الحسيني. مرة أخرى مرحبا بكم في سردة مهندس في قناة أخوكم المهندس أحمد الحسيني. وسردتنا اليوم بتتكلم عن بناء ثوري تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر، تحديدا في 1895 في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون مبني على أحدث الطرق الحديثة في ذلك الوقت، ويحقق بنفس الوقت أكبر كم من الربح عن طريق زيادة المساحة التشغيلية بزيادة عدد الطوابق، ليصل عدد الطوابق في هذا المبنى إلى 16 طابق. حتى الآن الأمور عادية، لكن اللي مش عادي أن هالبناء كان مبني بنظام الجدران الحاملة بدون هيكل خرساني. كانت أوزان المبنى تنتقل إلى الأساسات عن طريق الجدران الحاملة، وكانت سماكة الجدران الحاملة في ازدياد كل ما اقتربت من الأساس، لدرجة أن سماكة الجدار في الطابق الأرضي وصلت إلى 1.85 متر، وهذا رقم كبير بالنسبة للمباني الحالية، وهو رقم يشكل ضغط على المبنى من ناحية الفراغات المعمارية، وهذا أحد سلبيات المباني القائمة على أسلوب الجدران الحاملة. وكان المبنى يا سادة مزود بنظام مكافحة حريق ومصاعد، وكان لسه أديسون مخترع المصباح الكهربائي، وتم تزويد المبنى بمصابيح أديسون، وحتى الآن القصة عادية. لكن اللي مش عادي أن المبنى هذا صمد أمام زلزال مدمر بقوة 8.2 ريختر ضرب شيكاغو سنة 1906، وتسبب بدمار هائل بالإضافة إلى صمود المبنى أمام الحرائق التي اندلعت في المدينة في نفس الفترة. بل والعجيب أن المبنى لم ينجح فقط في الصمود، بل نجا أيضا من محاولتين حازمتين من قبل أطقم الهدم التابعة للجيش الأمريكي لتفجيره، وأحداث حريق لمحاولة أنقاذ فندق بلس اللي كان مجاور له، هو كان أكبر فندق في العالم، ولكن لم يكن بقوة موندانوك، فتمت إزالته بعد الأضرار الكبيرة التي حدثت فيه، أقصد الفندق وليس المبنى اللي نتكلم عنه اليوم. وكده راح تسأل نفسك وتسألني شو سر قوة هالبرج التجاري الضخم وتحمله للزلازل والحريق والتفجير؟ السر يا عزيزي بأنه تم تدعيم الجدران الحاملة بدعامات معدنية أفقية تكون عنصر ربط بين الجدران الحاملة، وهالشي أكسب البرج مرونة وتماسك أثناء وقوع الزلزال. وأكيد حتسألني يا مهندس تربة سان فرانسيسكو ناعمة، كيف بدك الأساس ما يغوص أو ينقلب مثل المباني اللي انقلب أساساتها بعد الزلزال اللي غير خواص التربة وخلاها بحالة تميع قريبة للحالة السائلة؟ أقول لك السر بنوع عبقري من الأساسات اسمه الأساس العائم. نعم،
الأساسات العائمة أكيد أول مرة تسمع فيها، كانت ابتكار ثوري أثناء بناء المبنى، وكانت هذه الأساسات تشبه إلى حد كبير الحجرات المفرغة في السفينة، فكل ما زادت حمولة السفينة عليك زيادة الفراغات فيها حتى ما تتغلب الحمولة على دافعة أرخميدس وتغرق السفينة. ونفس الشيء تم تصميم أساسات تحوي تجاويف تناسب حجم ووزن المبنى مع دافعة أرخميدس في التربة اللي ممكن تأخذ خواص سائلة أثناء أو قبل الزلزال، وهالشي اللي حمى البناء من الزلزال اللي كان دمر الكثير من الأبنية في المدينة في تلك الفترة، وحتى الآن البناء موجود ويمكنك الذهاب إليه وزيارة هذا البناء الرائع. في نقطة حبيت أني أنوه عليها قبل ما ننهي سردتنا اليوم، أبنية اليمن السعيد وخاصة الأبنية المرتفعة في شبام منهاتن الصحراء. طبعا الأبنية في شبام أيضا تعتمد أسلوب الجدران الحاملة وتكون سميكة من الأسفل ويعني منخفضة السماكة في الأعلى، وهذا الشيء اللي يكسب الأبنية العالية في شبام هذا التماسك. الأبنية في شبام يعني هي فكرة أولية عن المبنى اللي تكلمنا عنه، هي اللي أخذت منها فكرة المبنى اللي تكلمنا عنه، لكن في الكثير من الأبنية في اليمن لم يصمد. ولكن أيضا بنفس الوقت الأبنية في شبام ترتفع لثمان طوابق أو تسع طوابق كحد أقصى وما وصلت لستاعشر طابق. ستاعشر طابق فعلا إنجاز ثوري. هذه كانت سردتنا الهندسية. إذا عجبتكم السردة لا تنسونا من الدعم. كان معاكم أخوكم المهندس أحمد الحسيني، والسلام ختام.